وللحديث أكثر عن تطورات المشهد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، وعبر سكايب أيضا من مالمو الناشط السياسي والإعلامي حيدر الساعدي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. لعلي أبدأ معك دكتور حامد، الميليشيات تهدد باقتحام المنطقة الخضراء اعتراضا على نتائج الانتخابات، كيف تقرأ هذا التصعيد بداية، وهل فعلا الأمور ذاهبة إلى ذلك؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، مساء الخير عليكم وعلى جمهوركم الكريم وضيفكم العزيز. الحقيقة هذه تصريحات فارغة، مجرد تهديد ووعيد لا تخلو من حالة الاستفزاز وال يعني الاستنفار الذي أمرت به إيران الميليشيات الولائية وما يسمى بقطاعات أو القيادات في الحشد الشعبي بعيدا عن القواعد. قواعد الحشد الشعبي أنا أعتقد بعيدين كل البعد، يعني إحنا نسميهم ولد الخايب، المساكين دول المتطوعين لا ليس لهم أي صلة بما يجري الآن، بدليل أنه هناك تصويت كبير أو أما عزوف الحقيقة عن الانتخابات من قبل هؤلاء المنتسبين الحشد الشعبي وعوائلهم، أو هناك تصويت للمستقلين أو يعني بعض ما يسمون بالتشرينيين، يعني امتداد منحوا أصواتهم ولم يمنحوها لفتح أو لحقوق أو لعطاء أو غيرها من ممثلي يعني قوائم الميليشيات الولائية. هذا كان الحقيقة هو سبب خسرانهم الانتخابات، بالإضافة إلى أنه إحنا لما قاطعنا الانتخابات الشعب العراقي أكثر من 85% الحقيقة عزف على الانتخابات، أيضا فوت الفرصة أمام كل الكتل السياسية من أن تستثمر هذا الوضع وتمرر يعني الشرعية التي اكتسبتها خلال الانتخابات الماضية، وخصوصا أنه عرفوا في 2018 كانت نفس العملية عزيزي، الانتخابات مزيفة، العزوف كان أكثر من 80%، لكنه لم يحتجوا على الانتخابات ولم يقلب أحدهم مواجع الآخرين، رضوا لأنه كانت المحاصصة، نظام المحاصصة مطبق وما زال معمول به، وتقاسموا المناصب وتقاسموا الثروات كما تمليه إيران وأمريكا عليهم. الآن الرقم شوية تغير، الموازين تغيرت، يعني ضعف دور إيران الحقيقة خلى أمريكا تسجل بعض النقاط على القرار أو النفوذ الأمريكي الإيراني في العراق عبر إقصاء الميليشيات اللي الولائية، مثل ما نشوف أنه الحقيقة نزلت إلى ثلث المقاعد تقريبا من 50 إلى تقريبا 17 أو ما يقابل ذلك. لذلك الحقيقة هذه تهديدات مثل ما قلت لا جدوى منها، لأنه الأمور يبدو ماشية بالاتجاه زائد ناقص، بعض المقاعد بعض الطعون تأخذ يعني يأخذ بها، لكنه عموما المؤشرات تدل على أنه العملية عملية التوازن والمساومة تسير بخطى يعني حديثة. نعم من أجل لابد من الإشارة هنا، نعم دكتور محمد، يعني لابد من الإشارة هنا إلى أن التيار الصدري صاحب الكتلة الأكبر يعني الحائزة على مقاعد في البرلمان ليس ضد إيران بطبيعة الحال. هذا توزيع أدوار الحقيقة، هم جائز يعني يعتقدون أو يعتبرون أنفسهم أقرب إلى نبض الشارع العراقي، يعني إلى التيار العروبي في من البيت الشيعي، لكن البيت الشيعي انقسم تشظى الآن، وهذه هي الحقيقة واحدة من أهم النتائج التي جنيناها كشعب عراقي وك تنظيم للمقاطعة والرفض والعزوف، رفض العملية السياسية برمتها ورفض الطبقة السياسية والاتيان بوضع جديد بالنسبة للعراق يتمثل بإرادة التشرينيين. هذه القضية الحقيقة احنا ركزنا عليها بعملية منظمة، قضية يعني لا أنتخب وقضية صرخة عراقيين للتغيير والعصيان المدني، وهناك أيضا محاولات جديدة الحقيقة سوف تأتي تباعا ابتداء من يوم 25
من هذا الشهر. على كل حال التيار الصدري يعني جائز هناك تحقيق نصر بسبب قانون الانتخابات الجديد، قانون المفوضية والتوزيع الذي حدث بالأقضية، يعني الدوائر الانتخابية تغيرت من المحافظات إلى الأقضية والنواحي. التيار الصدري استفاد منها بشكل واضح، طيب. بشكل ملحوظ، نعم. أنه الانتخابات جرت على يعني مرشحي في هذه الدوائر. طيب أستاذ حيدر، يعني كما ذكر الدكتور حامد الصراف بأن هذه التهديدات، تهديدات الميليشيات باقتحام المنطقة الخضراء، لربما تكون تهديدات فارغة يعني لا ينبني عليها شيء. يعني أسألك هنا عن هجوم الميليشيات على مفوضية الانتخابات حتى قبل إعلان النتائج، ما دلالات هذا الهجوم ولماذا يتكرر مع كل انتخابات؟ بداية السلام عليكم ومحييكم السلام. وحيي قناتكم الموقرة وحيي ضيفك الكريم دكتور حامد الصراف. حقيقة هاي الهجومات هي كلها محسوبة ومدروسة، وإحنا ما ننسى أنه هم كلهم بخندق واحد، يعني سواء التيار الصدري ولا الميليشيات اللي هو كان بوابة الميليشيات هو مقتدى الصدر. حتى الجيل اللي طلع اللي ما لحق على مقتدى الصدر وشون خرجت هاي الميليشيات من جوا حتى يعرفون أنه مقتدى الصدر هو بوابة هاي الميليشيات اللي يشوفوهم هسه بالشارع. بالحقيقة هي عملية ممنهجة صارت، عرفوا أنه الأحرار ثوار تشرين راح ينزلون يوم 25، فهم سووا هذا التصعيد حتى يأخذون هذا الدور على مود العراقيين الأحرار ما يطلعون بالشارع يوم 25. وهم بالبداية أصلاً هم كانوا راضين العملية السياسية وراضين هاي الانتخابات اللي اتفصلت على مقاسم، ولأنه هي كانت اللي محسوبة، هي ثورة تشرين من طالبت بانتخابات، مو أغلبهم يعني قسم من عندهم من طالبوا عفوا بانتخابات مبكرة، كان بها مطالب، يعني المطالب ولا وحدة من عندهم تحققت. فأنا أشوف هذا التصعيد هو متفق عليه بين سواء الصدريين ولا الولائيين ولا كلهم، هم كلهم خندق واحد. أنا بالنسبة لي أعتبرهم هم كلهم ولائين، ولائهم لإيران. نعم. يعني كيف تنظر لدعوات قادة الميليشيات لإعادة العد والفرز يدويا ولجميع المحافظات، وما قيمة هذه الدعوات أمام يعني إصرار المفوضية على رأيها؟ هاي نقطة كلش مهمة طبعا، لازم يسوون هذا الموضوع الهالة الإعلامية على مود يقنعون الأول مرة العراقيين، ولا من العراقيين ما يقتنعون بهاي التفاهات، يعني حش السامع نقولها مال الانتخابات، وحتى هم يعني بنفس الوقت يوصلون صورة لدول العالم انه اكو انتخابات واحنا رحنا عندنا سوينا عد وفرز ويدويا وبحثنا بهذا الموضوع وطلعت نفس النتائج. هم يعرفون راح تطلع نفس النتائج لان هم اصلا اعدادهم ما تتجاوز ال 12% يعني الانتخابات، وكلهم يعرفون النتائج وكلهم يعرفون انه الانتخابات اللي صارت الاعداد مالتهم، لان كل واحد يعرف جمهوره ايش قد، لان هم جمهورهم مو جمهورهم السابق، جمهورهم مال اليوم اللي شفناهم الانتخابات كل المراكز الانتخابيه فارغه. نعم. ولكن يعني هذه الاتهامات التي تطلق للمفوضية ألا تثبت صوابية رأي المتظاهرين في ثورة تشرين ورفضهم لإجراء الانتخابات تحت ظل السلاح؟ ألا يثبت أن هذه الانتخابات مزورة وستزور ويعني وما إلى ذلك؟ ألا يثبت ذلك ويحرج لربما قادة العملية السياسية؟ ثورة تشرين والعراقيين هم رفضوا الانتخابات، فماكو داعي انه يقولون زورت او ما زورت. هم كل ماكو، الشعب العراقي هو منتخب، العراقيين الاحرار ما انتخبوا نهائيا، بقوا كمرتزق عندهم وعميل ومتورط بجرائم قتل، والتغيير ما يفيده، مو من صالحه. طبعا هناك احصائيات تقول الى ان يعني المشاركين في العمليه الانتخابيه لم يتجاوزوا 12%، ولربما اقل. هاي الارقام وهاي القنوات اللي قاعده تطبل الانتخابات، اللي كل قناه عندهم هم هسه بالداخل عندهم مرشحين ومتفقين بيناتهم قاسمين الكعك، وكل احنا نعرف انه هاي القنوات هي تابعه لهم، بالرغم ما يختلفون بعض الاشياء وياهم، بس حتى يقنع الشعب العراقي انه احنا ويا العراقيين. وقسم من القنوات نزلت في ثوره تشرين ودعمتها، بس هسه
هم المصلحة وحدة، هم كلهم خندق واحد، كلهم متورطين بفساد، متورطين بجرائم قتل، متورطين بسرقة العراقيين، متورطين بسرقة العراق وبيعها للدول الجوار. دكتور حامد، في الجهة المقابلة نذهب إلى التيار الصدري الذي يصرح ليل نهار بأن دعوات إلغاء النتائج هي مجرد حلم لدى الأطراف الخاسرة. السؤال هنا، على ماذا يعول هذا التيار في تصريحاته تلك؟ هل لديه دعم خارجي أم ماذا؟ لا، هو في أكيد في دعم خارجي، في ترتيب، في توافق أمريكي إيراني، أنه الخارطة السياسية في العراق الآن لابد من تغييرها جزئياً، ليس كما شاء ثوار تشرين. بالتأكيد التغيير الجذري لا يمكن أن يحدث مرة واحدة، خلينا نكون واقعيين. العملية ما دام هناك قوى إقليمية ودولية متصارعة على الساحة العراقية بنفوذ على في الميدان، إذا الشعب العراقي لما يقول كلمته بمقاطعة هذه الانتخابات ورفض العملية السياسية والمطالب بإسقاط النظام برمته ومحاكمة الطغمة الفاسدة ومحاكمة قتلة شهداء تشرين، هذه عملية كبيرة جدا، يعني معناها أن محاكمة كل ملفات الاحتلال، يعني محاكمة أيضا أمريكا على ما يعني أجرمت بحق العراقيين في داخل العراق، ومحاكمة أيضا نفوذ إيران. هذه عملية عزيزي كبيرة جدا، لا يمكن أن تتحملها لا أمريكا ولا إيران في الوقت الحاضر، خصوصا أن العالم يشهد بأن العراق الحقيقة بعد الغزو تدهور حالة 18 سنة، دمار في البنى التحتية، يعني شق في الصف الوطني، تشويه للنسيج الاجتماعي، تدمير، سرقة ثروات، قتل على الهوية، سقوط محافظات، هذه كلها لا يتحملها الشعب العراقي، يتحملها الاحتلال وتتحملها إيران ومن تدخل في الشأن العراقي. لذلك هم أرادوا الحفاظ على هذا النظام وإجراء الترقيعات المناسبة بإجراء عملية انتخابات مزيفة محسومة النتائج مسبقاً، بدل ما يكون يعني علاوي يأتي علي، بدل ما يكون هناك بيت شيعي يأتي جزء طيب من البيت الشيعي يهيمن على في ظل على هذا في ظل هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني، هل بات من المقبول هنا حديث هذه الميليشيات عن السيادة وما إلى ذلك من أحاديث؟ مطلقا لا، طبعا لا توجد سيادة طالما هناك احتلال وهناك من خان الوطن ومن عمل بأجندات خارجية، هذا واضح جدا. إرادة العراقيين منذ البداية حتى منذ السقوط، رغم أنه أرادوا تغيير لكنه لم يكن التغيير بمشيئة العراقيين، هناك نظام محاصصة فرض من مؤتمر لندن في نوفمبر 2002، هناك أيضا تقسيم للكعكة على كل ممثلي ما يسمى المكونات، هناك خلقوا نظام محاصصة مقيتة، هناك فساد استشرى بتشجيع من الاحتلال الأمريكي ومن النفوذ الإيراني. هذا العمل بالتأكيد يعني كان مبرمج ممنهج إلى هذا الحد أنه لا توجد سيادة. لذلك إحنا ثوار تشرين طالبوا باستعادة الوطن، استعادة السيادة، استعادة الحقوق. هذه القضية اللي يعني أغاضت الطرفين، الطرف الإيراني والطرف الأمريكي على حد سواء. لذلك التوافق الآن، تهدئة الأمور، يبقى على أساس أنه ممثل للبيت الشيعي ينفرد بالسلطة، يدخل على الخط السنة، كتلة السنة اللي هي تقدم، وتدخل أيضا على الطرف الكردي، من الطرف الكردي يعني الجهة الفائزة والحزب الفائز، ويشكلون أيضا، هناك أيضا مساومات تحدث جزئيا. لكن الشعب العراقي، هذا السؤال، الشعب العراقي هل يبقى متفرجا؟ هل يبقى ساكتا على ما يجري؟ بالتأكيد لا، الثورة ما زالت متقدة بنفوس العراقيين جذوتها. احنا الآن بصدد الإعداد لفعلا تجديد لثورة تشرين برفض كل ما يجري من ترقيعات للعملية السياسية. إن لم يكن هناك تغيير جذري فهذه العملية مرفوضة برمتها. نعم سيد الساعد، يعني هذا التدافع اللفظي من قبل الميليشيات الذي تحول إلى حراك بإنزال عناصر هذه الميليشيات للشوارع، هل من الممكن أن يتحول إلى صدام لربما محتمل بين الفريقين؟
والله هي مو غريبه عليهم، لان هم بالتالي هم العراقيين اللي راح ينقتلون. احنا ما ننسى صوره الفرسان، لا المالكي انقتل ولا من اقاربه ولا مقتدى الصدر انقتل ولا من اقاربه، اللي انقتلوا العراقيين الضحيه اللي مخدوعين بهاي العمليه السياسيه. هاي نقطة أعرج على كلامك اللي قلت الكتلة الأكبر، الكتلة الأكبر الشعب العراقي اليوم، ما كتلة أكبر على من كتلة أكبر؟ يعني التيار الصدري هو في تلك، نعم يعني كنت أقصد في تلك الانتخابات التي لم يشارك بطبيعة الحال سوى كما ذكرنا يعني أكثر من 12%. العراقيين ما يشاركون القتلة والمجرمين، العراقيين ما ممكن يشاركوا، العراقيين هم الكتلة الأكبر. العراقيين هم قالوا كلمتهم، واتمنى من قناتكم، قناتكم حره ودائما صوتها وطني، فنتمنى انه هذول يسمون الاسماء مسمياتها، ما يحتاج كتله، العصابه الفلانيه، العصابه الفلانيه، ما هاي الكتل لما تكون اكو بلد، اكو قانون بي، اكو كتله حقيقيه، اكو حزب، اكو رؤيه حقيقيه، هذول ناس عصابات، وانت تعرف وانا اعرف المستمعين العراقيين هسه يسمعونه هم راح يكتبوا لك، هسه هم راح يقولوا لك هم ذولا عصابات مجرمين، حتى عيب نسميهم، لانه اليوم وصلنا مرحله استاذ، وصلنا مرحله قاموا يستنكفون من كلمه حزب، يعني اصبح الحزب بالعراق هو عار، يعني حتى اللي يريد يشكل له حزب وطني قام يستحي بسبب ذولا، وصلنا لهاي المرحله. الان ما هي خيارات الشعب العراقي في ظل ما تحدثت عنه؟ نعم، الشعب العراقي هو راح يعرف هذا، العراق راح يوصل لهي المرحله وراح يعرف راح يسوون خلط اوراق، لذلك العراقيين كلهم اتفقوا وجهزوا للعصيان المدني اللي راح يكون شامل بالعراق بالكامل. العصيان المدني هو يعني انا اتوقع هو اسلوب حضاري وواضح وراح يشل حركه الدوله بالكامل، وهناك اليه كامله متكامله، العراقيين الأحرار اللي بالداخل سواء ثوار تشرين وسواء العراقيين بالكامل، خلوا برنامج واتفقوا على، وأول شيء هم بدوا بي رفضوا الانتخابات، هاي أحد أساليب العصيان المدني. اليوم 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 كلكم شاهدتوا الجوامع تكبر، المرجعية صاحت انتخبوا، الرجال الدين سنة وشيعة قامت تصيح روح انتخبوا، وماكو الشعب، إذن هو مطبق العصيان المدني، بس احنا قاعد نعمل به كخطوات متقدمه ان شاء الله ونوصل للخلاص من هاي العصابات الحاكمه. نعم دكتور حامد، يعني هذا التدافع بين المحور الامريكي ان صح التعبير وايضا المحور الايراني، كيف سيؤثر على مستقبل العراق في الايام القادمه؟ الحقيقة هذا مرتبط بالتوازنات الإقليمية، ومرتبط أيضا بنتائج أو سير عملية التفاوض في مؤتمر فيينا حول النووي الإيراني وحول الصواريخ البالستية وتحجيم نفوذ إيران في المنطقة. وهي هذا الحقيقة الآن الورقة اللي تلعبها إيران، هي ما نزلوا الآن ونصبوا الخيم يعني أتباعها من الميليشيات الولائية، هذه أسلوب ضغط واضح بأوامر إيران أنه لا يمكن أن تخسر هذه الورقة مرة واحدة، لذلك عملية الكسب النقاط التدريجي اللي حققتها أمريكا تريد الصد إيران بأن تنزل هذه الميليشيات، لذلك هذا اللي حدث الآن بمحيط المنطقة الخضراء لا يحمل الهوية العراقية على الإطلاق، على الإطلاق، لأنه مجرد من مشيئة العراقيين واستقلالية قرارهم، وإلا كيف تفسر أنه هذه الميليشيات تكون في أمن وسلام في محيط المنطقة الخضراء في حين ثوار تشرين أول ما نزلوا قمعوا وضربوا بالدخانيات والرصاص الحي وقتلوا أكثر من 800 شهيد وأكثر من 30,000 جريح ومعوق وعاجز عن العمل، لذلك الفارق الآن هناك تواطؤ بين السلطة التنفيذية الحكم وبين النظام بأطراف النظام بأكمله، لأنه العملية خارجا عن إرادتهم، هناك مساومات بين أمريكا وخمسة زائد واحد، العفو إيران وخمسة زائد واحد يعني أمريكا والأوروبيين وأعضاء مجلس الأمن، أنه العملية يجب أن تمشي بهدوء لتحقيق شيء، مثل ما جرى في لبنان أيضا، بروبات الميليشيات الولائية أيضا حققت شيء معين، لكنه الفشل هو اللي الحقيقة راح تصاب به المحاولات الإيرانية الفاشلة، لأنه العملية الحقيقة أصبحت في منتهاها، أنه الشعب العراقي يجب أن
يحقق أن يقرر المصير بنفسه ويحقق ما يريد بعيدا عن قرارات إيران ووصاية أمريكا على السيادة والاستقلال. نعم. القرار العراقي. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، وعبر سكايب أيضا من مالمو الناشط السياسي والإعلامي حيدر الساعدي. أشكركما ضيفي الكريمين، شكرا جزيلا لكما. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.